the role of imaging in renal transplantation. انت عندك دور مع الدونر ومع الريسيبينت. الدونر محتاجين نطمن على الاتي، على المورفولوجي بتاعت الكيدني، حجمها ما اوكي، ما فيش اي اناتوميكال ابنورماليتيز، ما فيش دوبلكس كيدني، ما فيش اي ستونز، انها هيلثي كيدني. تمام، محتاجه اطمن على الفاسكولار اناتومي بتاعها. ليه؟ لان انا لو عندي كيدني ليها اكسسوري سبلاي، اكسسوري رينال ارتري، يا السيرجن هيفضل ياخد الكيدني الثانيه او هياخدها بس هيبقى عامل حسابه، لانه ده بيطول معاه البروسيدير وبيحتاج يعمل انستوموزز للاكسسوري ارتري، فلازم تقول له انه في اكسسوري ارتري ولا لا، وهو يقرر بقى ياخد ويتش كيدني. تمام، المورفولوجي عاده بتاع الكيدنيز للدونر بنفحصه يا بالترا ساوند يا باي في بي. تمام، الفاسكول اناتومي بنعتمد على السي تي انجيوغرافي، ام ار انجيوغرافي او ديجيتال سبتراكشن. وطبعا ما عادش حد بياخد كاسيتر انجيوغرافي دلوقتي، لان هم حتى كمان ما بيحبوهوش بتوع ترانسبلانتيشن. ليه؟ عشان يو مايت انجر الرينال ارتري وانت داخل سيلكتيفلي فيه. فالافضل سي تي انجيوغرافي، وبقى وايدلي سبريد يوز في حالات الايمجنج اوف دونر تو اساس الفاسكولار اناتومي اوف الجرافت. تمام، اخيرا بنحتاج نفحص الفانكشن اوف دي جرافت اللي هاخدها، وده طبعا الحقيقه هدفي منه ان انا اطمن على الدونر ان هو الفانكشن بتاعته كويسه. وطبعا لازم تبقى عارف انه لما بنعمل السبليت فانكشن في النيوكلير ايمجينج، الايزوتوب بيقدر يعمل السبليت فانكشن، كل كيدني شغاله كام بيرسنت. اكيد هو مين اللي قال نيوكلير؟ دكتور وليد ولا دكتور شريف؟ دكتور يعني اكيد طبعا قال على ازاي بتشوف السبليت فانكشن بتاع الكيدنيز. هنا انت لما دونر جاي لك بتاخد الكيدني اوف ذا ليس فانكشن طبعا، لان انت اللي يهمك الاساس از دونر، لان ده هيلثي بيشنت. فانا لو عندي سبليت فانكشن كيدني 45 وكيدني 55، هياخد فور ترانسبلانتيشن ال 45، مش البيتر فانكشن، هيسيب للدونر البيتر فانكشن الكيدني طبعا، الا لو متواطئ بقى الجراح. تمام، ففي الفانكشن بعتمد على النيوكلير ميديسن الايزوتوب. ده للدونر. الريسيبينت بريتلانت ترانسبلانتيشن، انت الرول بتاعك طبعا بتشوف الكيدني واصله لاني ستيج في النفروباثي بتاعها، بناخد بايوبسي عشان نشوف ويتش تايب اوف رينال ديزيز اللي عمل فيلير ده هوت. ممكن لو شاكك في فيزايكوريتريك ريفلكس تعمل فويدنج سيستو يوريثروجرام. عايز تاساس لو المريض قاعد على رينال فيلير مده طويله، اليورينري بلادر مش بتستقبل يورين، يعني هو قاعد على دياليسس سنوات طويله فالبلادر مش متعوده، فباي تايم الكاباسيتي بتاعتها بيبقى فيري ليميتد، فبتتعبه جدا بوست ترانسبلانتيشن لما تبتدي يستقبل اليورين اللي جاي من الكيدني الترانسبلانتد. فاحيانا بيحتاجوا يعملوا حاجه اسمها سيستومتري تو اساس الكاباسيتي اوف ذا يورينري بلادر. لو مريض سنه كبير وانت الجراح مش مطمن يا ترى الإيلياك فاسلز بتاعته شكلها ايه عشان هيأنستموز عليها، فممكن يبقى عنده وان سايد فيها بلوك او اوكلوجن في الاكسترنال إيلياك او في الانترنال إيلياك، فدي ساعات بيحتاجوها في السن الكبير عشان الجراح يسيلكت يحط الجرافت بتاعته في الرايت ولا ليفت إيلياك فوصة ويعمل ويتش كايند اوف انستموز، لان في اند تو سايد وفي اند تو اند. اند تو اند طبعا بيعملها مع مين؟ مع الاكسترنال ولا الانترنال؟ اكيد الاكسترنال هيموت اللور ليمب. لا طبعا مع الانترنال، الاند تو اند بيعملها مع الانترنال إيليك. لو هيوسع على الاكسترنال لازم تبقى اند تو سايد عشان السبلاي اوف ذا لور ليمب. تمام، طيب الرول الاساسي بتاعنا مع الريسيبينت الحقيقه بيبقى بعد العمليه. ليه؟ عشان الفاست types of complications اللي ممكن تحصل له. الحقيقه مريض الترانسبلانتيشن ده بيقعد بالذات اول سنه ده يعني كلنا شايلينه على اكتافنا، لانه لسه واخد فتره طويله drugs to suppress the immunity، بلس ان هو by default transplanted kidney is subject to many complications، والرول بتاعك هنا بيبقى اساسي. ده من المرضى الحقيقه لو انت بتشتغل في مكان بيشتغل ترانسبلانتيشن هيبقى صاحبك، لانه يعني بتشوفه كتير، بيجي لك كتير فور ايمجينج وبالذات فور سونار، قبل بيجي لك وبعد بيجي لك سيكوينشال اسسمنت اند كومبليكيشنز، يعني فبتعمل علاقه معاه الحقيقه. ايه نوع الكومبليكيشنز اللي ممكن تيجي لمريض الترانسبلانتد كيدني؟
كولكتيفلي كده حاجات يورولوجيكال او فاسكولار ابنورماليتيز او كومبليكيشنز ميديكال او نيفروجينيك وميسيلينيوس كومبليكيشنز. ممكن يحصل له اوبستراكشن للترانسبلانتد كيدني ويحصل هايدرونفروزز, ممكن يحصل كولكشن حواليها ديفرنت تايبس يورينوما لينفوسيل او هيماتوما, وهنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. الفاسكولار كومبليكيشنز يا اما ستينوزس فرين الارتري او ثرومبوزس فرين الفين, ارتيريو فينوس فيستولا او سودو انيوريزم. فيري كومن ان يحصل للمريض الرينال ترانسبلانتيشن سودو انيوريزم. ليه؟ لان الحقيقه المريض بتاع ترانسبلانتيشن ده احيان كتير بنحتاج ناخد بايوبسي من ترانسبلانت كيدني, بالذات لو جاله ريجكشن وعايزين نشخصها فبنضطر ناخد بايوبسي. بايوبسي دي معناها ان انت بتعلي بوسيبيليتي ان يحصل عنده سودو انيوريزم, فما هوش من الحاجات الراريتي, لا ده انت ممكن تلاقي كتير سودو انيوريزمز في ترانسبلانتد كيدني. ميديكال او نيفروجينيك كومبليكيشنز اللي هي ثلاثه ريجكشن و اكيوت تيوبولار نيكروزز وسايكلوسبورين توكسيستي اللي هو الاميونو سبريسنت دراج. قد تتعرض الكيدني دي تروما لانها موجوده في الايلياك فوسا فايتس نوت بروتكتد. الكيدني في النورمال لوكيشن بتاعها بروتكتد بالريب كيج والسراوندينج اورجنز وبالفات. الكيدني مخدومه بكاشن اوف فات حواليها, مهم جدا يحميها. تحت في البلفس ما هياش كده, اتز مور سوبرفيشال وعرضه للتروما. من الميسيلينيس كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل تاني في الترانسبلانتد كيدني از تيومرز. الترانسبلانتد كيدني ليها لايبيليتي تو ديفلوب تيومر اعلى من النيتيف كيدني, فدايما عينك على الموضوع دوت. فادي كولكتيفلي كده الكومبليكيشنز واحده واحده مع بعض, معلش نستحمل بعضنا عشان هم تفاصيل كتيره. هناخد واحد واحد منه نتكلم عنه. طب انا الترسانه الموداليتيز اللي اقدر اشتغل بيها مع ترانسبلانتد كيدني عشان تؤسس الكومبليكيشنز ايه؟ الحقيقه كل حاجه بدءا من الالترا ساوند ومع الدوبلر فيري امبورتنت للايزوتوب للسي تي للام ار اي بي سي ان البيركتينيس نفروستومي, ودي مهمه قوي. ما ينفعش تشتغل في وحده ترانسبلانتيشن وانت ما بتعرفش تعمل او مش متمرن كفايه على البيركتينيس نفروستومي, لان بنحتاجها كتير ثيرابيوتيك او دايجنوستيك بلس بايوبسي. فاذا كل حاجه بنحتاجها مع ترانسبلانتد كيدني. تمام. ندخل للكومبليكيشنز. اشهر كومبليكيشنز الفلويد كولكشنز. ممكن اول حاجه السيروما طبيعي بعد الجراحه في اي مكان في الجسم, ممكن شويه اوزنج للسيروم وتبقى لوكالايزد تديفلوب سيروما هيماتوما او يورينوما, والثلاثه دول مشهورين في الايرلي بوست اوبرتيف بيريد. يبقى اذا انت لو لقيت فلويد كولكشن حوالين الرينال جرافت الكيدني اللي مزروعه, اسال نفسك احنا فين من الترانسبلانتيشن؟ بقى لها اسبوع شهر شهرين ولا بقى لها سنه؟ ليه؟ لان الفريكوانسي بتاع ايتش تايب اوف كولكشن بيختلف. في الفتره الاولانيه اسابيع شهور بتتكلم في سيروما هيماتوما يورينوما موست بروبابل, جايز الباقيين بس احنا بنتكلم مور كومنلي. متاخر عن كده يبقى بتتكلم في الليمفوسيل او انفكشن مع ابسس. تمام. السيروما عاده كميه صغيره وكلير فلويد, ولما نقول كلير فلويد بكل الامبليكيشنز بتاعها يعني ايه؟ يعني في الالترا ساوند هيبقى انيكويك, السي تي هيبقى هايبودنس, في الام ار اي هيبقى هايبو انتنسيتي 1 وهايبر انتنسيتي 2. يعني انت حط بقى يور جنرال نوليدج عن ازاي هيبان الفلويد على كلمه سيروما. تمام. طب افرقها ازاي؟ ديفينتلي هي من الحاجات اللي بتريزولف باي تايم. تمام. فانت لما بتعمل ترانسبلانت كيدني وتلاقي شويه كولكشن فلويد كولكشن حوالين الجرافت كده, بتحط انها بروبابلي سيروما. تمام. والريكومنديشن بتاعك انك تشوفه كمان اسبوعين, مش على طول هنقول دي لينفوسيل ولا ولا ولا, لا بالراحه شويه. نورمالي انت في اول اسبوع ممكن تلاقي فلويد عادي طبيعي, اي حد عمل بوست اوبرتيف شويه اديمه حواليه. لو مستني تاني اسبوع شوف واعمل سيكوينشال الترا ساوند, هتلاقيها بتريزولف او بتقل في الحجم, تشخص سيروما. تمام. الهيماتوما ممكن تديفلوب ديورنج البروسيدير بتاع الجراحه, ممكن تديفلوب منك وانت ليتر بتعمل الجراف دي بايوبسي عشان تشخص حاجه من الكومبليكيشنز زي الريجكشن او جرافت رابتشر, ودي ديزاستر سيتويشن طبعا. الهيماتوما دي ممكن تبقى انترا او اكسترا بيرتونيال حسب هي حصلت فين. تمام. شكل الهيماتوما ازاي بالالترا ساوند؟ الهيماتوما الايرلي اول ما تديفلوب بتبقى هايبو ايكويك
وباي تايم الايكوجينستي بتاعتها بتزيد. انت هتركب يور جنرال نوليدج عن الايمجنج موداليتيز على الباثولوجي اللي موجود عندك. ولو اتاخرنا شويه هيبتدي يحصل فيها كمان سبتيشنز زي ما انت شايف. فالشكل ده الحقيقه يقلقك على هيماتوما. طبعا هتحط معاه ديفرنشال ابسس تمام، ولكن احنا بنشوف واحده واحده، وهتلاقي في اخر المحاضره ان انت تعرف تحط بقى كل لما تجيلك الشكل ده تحط ايه الديفرنشال بتاعه. بس احنا هنشوفهم عيننا تتعود على شكل الحاجات دي. ايرلي هيماتوما هايبو ايكويك تبتدي الايكوجينستي بتاعتها تزيد، ولو اتاخرنا قوي ممكن يحصل سبتيشنز وكومبارتمنتاليزيشن فيها تمام. دي كانت حاله غريبه جدا موجوده على واحده من البيبرز، ان هو شايف هيماتوما وشايف البليدر. كلام سينمائي شويه. السي تي هيبان ازاي؟ لو بتتكلم في الايرلي ستيج هتلاقيها هايبر دنس عكس السونار، الدنس بتاعتها عاليه تمام، اهي الدنس بتاعتها عاليه، والدنس دي تبتدي تقل باي تايم تمام. اهي شايف فلويد كولكشن مينلي لو بس فيها حتت هاي، هتشك وتقول ان دي بوسيبلي هيماتوم بيري جرافت هيماتوم تمام. يبقى سيروما هيماتوما احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الفلويد كولكشنز حوالين الترانسبلانتد كيدني في الفتره الاولانيه الايرلي، سيروما وهيماتوما ويورينوما. اليورينوما سببها يا اما بور سيرجيكال تكنيك ما ربطش الدنيا كويس، او بالعكس عمل انستوموز كويس لكن حصل اسكيميا على مكان الانستوموز او ريفر في اليوريتر او في الكولكتنج سيستم، فديفنتلي هيحصل بيرفوريشن وليكج للكونتراست دهوت، او في روتريك دوبليكيشن انت نسيت تقول له عليه وهو ما خدش باله منه. يعني طبعا دي اود شويه بس يعني هي من الثيوريتيكلي من الاسباب. طيب السونار كلير فلويد، الله طب ما السيروما كلير فلويد، حاجتين هيفرقوا لك. عاده السيروما حجمها اقل، والحاجه الثانيه المتابعه الفولو اب. السيروما قلنا النهارده بتعملها بعد اربع خمس ايام اسبوع بتقل في الحجم او جايز تبقى ثابته وتتاخر لبعد اسبوع. اليورينوما لا، اليورينوما تعمله دلوقتي تلاقي حجمها 5 × 4، وديه ساعه وهاته ساعه حجمها يتغير يزيد او يقل. ليه؟ لان انت عندك كونتينيوس ماشي بالظبط كده. فاذا مشهور عنها انها رابيدلي انكريزز ان سايز، فده بوينت يفرقها لنا. لكن هي في الاول هتبقى كلير فلويد زيها زي اي ميه حوالين الكبد، ده بنتكلم بالالترا ساوند تمام. الايزوتوب يقدر يساعدنا، لان انا لما باخد الليت او الديليت ايمجز هبتدي اشوف اكسترافازيشن للاكسكريتد تريسر بره الكدني، فاقول ايوه الكولكشن دي از يورينوما. سي تي طبعا هتاخد صور ديليت شويه، ممكن من حظك ان الكونتراست اللي فرز خرج عند الفلويد دي وذين ذا فلويد دي، فنقدر نقول ايوه هنا دي يورينوما عشان في اكسترافازيشن للكونتراست within the fluid collection تمام. بنستخدم امتى البيركوتينيوس نيفروستومي؟ لو عايز تلوكالايز، عملت شاكك انها يورينوما، مفيش كونتراست واضح قوي ليكج في السي تي ليك، بس عايز تاكد التشخيص وعايز لوكالايز، هنا هيقول لك من فضلك تعالى اعمل نيفروستومي وحقن صبغه، هتقدر تلوكالايز فين مكانها بالظبط تمام. في حاجه مؤخرا لو احترنا بقى ومش قادرين نفرق ما بين الفلويد كولكشن دي رينوما ولا اي حاجه تانية زي الليمفوسيل اللي هنتكلم عنها دلوقتي، بيقول لك طب اعمل لي اسبريت، تعمل اسبريت يبعتها المعمل، هيلاقي الليفل اوف كرياتينين بتاعها اعلى من السيرم كرياتينين. الاسبريشن ده يفرق لك، احنا قلنا التفرقه ما بين اليورينوما والسيروما الوقت والحجم والسيكونشن. اليورينوما والليمفوسيل اللي هنتكلم عنها بعد شويه حاجتين بيفرقوا. نمره واحد النيوكلير ميديسن الايزوتوب في اكسترافازيشن، في الليمفوسيل مفيش، مش هتلاقي زي ما هنشوف دلوقتي. ولما تاخد اسبريت، الاسبريت بتاع اليورينوما الكرياتينين ليفل بتاعه اعلى من السيرم، الليمفوسيل ممكن تلاقي كرياتينين زي السيرم تمام، وفي الليمفوسايتس بالظبط كده. الليمفوسيل هي واحده من الكومن كومبليكيشن، بتتاخر ما بتحصلش في اول ولا ثاني ولا ثالث اسبوع، تدخل بعد شهر شهرين تمام. في الاول برضو هتبقى كلير فلويد، مش قادرين نفرقها ما بين الحاجات التانية، هنعتمد على الايزوتوب او الاسبيريشن تمام. ممكن تديفلوب سبتيشن باي تايم، وبالذات لو بقت انفكتد تمام. ممكن يحصل معاها هايدرونفروزس لان هي كولكشن، لو ضغطت على اليوريتر هتعمل باك بريشر ويبقى معاها اسوشيتد هايدرونفروزس تمام. ادي الكلام، هتعمل رينال سكان دايناميك، هتبص تلاقي ان حتى الديليت ايمجز، ادي الايرلي ايمجز الديليت برضه لسه فوتوبينيك الاريا اوف كولكشن، الفلويد كولكشن از فوتوبينيك، يبقى ما هياش يورينوما، ات از ليمفوسيل تمام.
فوتوبينيك يعني ما فيهوش تريسر، deficient of the isotope tracer. هتعمل سي تي في هتلاقيها fluid hypodense usually homogeneous، تمام، برضو مش سهل تفرقها عن الباقيين الا لو خدت delayed images وفيها contrast بقت يورينوما. لو ما خدتش هتبقى حيران. It does not enhance the lymphocyte unless infected. تمام. الام ار اي بنستخدمه امتى؟ لو عايز افرقها عن الهيماتوما، لان هي كفلويد برضو هتبقى لو تي 1 هاي تي 2 مش هعرف افرقها. لو هيماتوما طبعا هبتدي اشوف السيجنال اللي نعرفها عن الهيماتوما. تمام. الليمفوسيل اسحب منها اسبريت، الاقي كرياتينين زي السيرم والاقي فيها ليمفوسايتس. تمام. اخر كولكشن ممكن تبقى حوالين الكيدني هي انفكشن او ابسس. الابسس ممكن يديفلوب في الكيدني بارينكيما نتيجه بارينفرايتس ويعمل ابسس وذين ذا كيدني بارينكيما او بارينفريك حوالين الكيدني. تمام. لو المرحله الاولانيه هو لسه فوكال بايرونيفرايتس، لسه ما حصلش في بريكنج داون، هتعمل سونار هتلاقي فيه فوكال اريا اوف انكريز او ديكريز ايكوجينيسيتي نون سبيسيفيك، مش هعرف افرقها عن حاجه. تمام. واف يو ران دوبلر في الاول عاده ما بتلاقيش فيها فاسكولاريتي. الدوبلر ده ممكن يساعدك تقول انها غالبا مش تيومر، لان واحده من الديفرنشز انك تلاقي فوكال بارينكيما ليجن في كيدني ترانسبلانتد از تيومر. تمام. لو الابسس بقى حصل فيه بريكنج داون والليكويفاكشن وبقى ابسس بروبر، هتلاقي الايكوجينيستي تقل ويزيد يبقى مور كومبلكس، ايريز اوف هاي سيجنال، تلاقي فيه شويه سبتيشن زي كده زي انكمبليت سبتم بهذا الشكل، تبتدي تشك ان ده ابسس. تمام. الانفكشن اللي ممكن يجي في الكيدني لو ما جاش كفوكال بايرونيفرايتس او جه كابسس بارينكيمال او باري، ممكن يبقى مجرد بايونيفروزس. في السونار تشوفه ازاي؟ الالترا ساوند هتشوف ان في floating echoes within the collecting system. تمام. ده سي تي هنا مبين parenchymal lesion hypodense وليها marginal enhancement، هتشك في الابسس طبعا renal abscess او fluid collection حوالين الجرافت وفيها جاز، فده من الحاجات اللي بتشخص لنا انه ايوه ده abscess، ده infection or abscess، provided ان ما حدش حاول قبليك يعمل aspiration، لان لو عامل امبارح او اول امبارح او خلال اسبوع aspirate طبعا هيدخل شويه هواء فهيلخبطك شويه، فيفضل لو انت عملت سي تي يبقى قبل اي intervention. تمام. عايز تشخص الابسس ديفينيتلي اعمله ايزوتوب بالجاليوم او بالانديوم، من الحاجات اللي بنستخدمها في الانفكشن ان جنرال كولكتيفلي كده. العيله بتاعه الفلويد كولكشنز حوالين رينال ترانسبلانت، اول سؤال تسأل لنفسك احنا فين، ايرلي ولا ليت؟ ايرلي ايه الثلاثه بتوعنا؟ سيروما يورينوما وهيماتوما، دول اللي في بالك. متاخر شويه يبتدي يدخل معاك الليمفوسيل والابسس. تمام. يدخلوا معاك في المتاخر. طيب اول موداليتي هنستخدمها ايه؟ الترا ساوند. لقيت كلير فلويد صغير ولا كبير؟ صغير، احتمال سيروما واحتمال ليمفوسيل اسمه ايه ده يورينوم. اعمل ايه؟ اعمل متابعه ثاني يوم وثالث يوم، بيتغير في الحجم بسرعه بقيت يورينوما، بيقل بقيت سيروما. تمام. طيب عايز افرق يورينوما بثقه شويه، ادخل حاجه فيها كونتراست سواء كانت سي تي شوف ليكج او ايزوتوب شوف ان التريسر خرج بره الكيدني. تمام. يبقى دي العيله الايرلي. العيله الليت ليمفوسيل هتبتدي تدخل معاك، وممكن تقول طب ما جايز حصل يورينوما متاخر، لان اليورينوما قلنا ايه، يا اما سيرجيكال تكنيك يا اما حصل نكروزس في الوول بتاع الكولكتنج سيستم او اليورتو، فده ممكن يحصل متاخر. فالستيل برضو لو انت بعد شهرين وعندك كلير كولكشن حوالين ترانسبلانت كيدني ليمفوسيل وليس لايكلي يورينوما، عايز تفرق اسبيريشن. ده الديفينيتيف في النهايه. لو سي تي ما ساعدكش والايزوتوب ما ساعدكش، اعمل اسبريت وشوف الكرياتينين. تمام. بقت مور كومبلكس الماس، جرب حاجه من بتوع الجاليوم او غيره عشان يقول لك دي ابسس ولا لا. وفي النهايه الاسبيريشن بيحل كل دول. تمام. دي العيله بتاعت الكولكشنز، انك حطيت سونار لقيت كولكشن. طيب مريض جاي لك بوست ترانسبلانتيشن، يا اما بيتابع روتيني يا اما بشويه بين، يا اما لانه حصل دروب في الفانكشن بتاع الكيدني وهو بيتابع الكرياتين ليفل والرينال فانكشن تيست، لقى الدنيا بتنزل فهيبعتوا لك الكلينيشن. حطيت بروب ما لقيتش اي كولكشنز، لقيت مجرد ترانسبلانتد كيدني، هنا تبتدي تدخل في العيله الثانيه
انها ايه ما هياش فلويد، يبقى جايز تبقى بارينكيمال ليجن، حاجه مشكله في الكيدني تيشو نفسها، او فاسكول. تمام، نبتدي ندخل نقول ايه الميديكال كومبليكيشنز او البارينكيمال ليجن اللي ممكن يحصلوا. ثلاثه، اكيوت تيوبولار نيكروزز، ريجكشن، ودراج نيفرو توكسيسيتي. للامانه من قبل ما ندخل في الايمجنج، لان انت في اخر ما نتكلم هتقول لي هفرق ازاي، هقول لك بايوبس. تمام، لانه فيري فيري اوفرلابنج الايمجنج فايندنجز في الثلاثه ابنورماليتيز دي بتاعه ترانسبلانت الكدني، عايزه مستوى طويل قوي لحد ما تقدر تفرق ميزه بينهم، واحيانا ما بتقدرش. فالالتيميت ديفرنشيشن ما بين وات وي كول نيفروجينيك كومبليكيشنز لترانسبلانت الكدني از بايوبسي. انا قلت لك هتشتغل في وحده زراعه بتعمل بيركوتينيس انفروستيم كويس وبتاخد بايوبسي كويس، انا هيطلب منك كتير. ازاي بيبريزنت التلاته دول؟ بامبيرمنت اوف ذا رينال فانكشن، مش اكتر من كده. الايمجنج دورها ايه؟ ان اشوف في فلويد كولكشن ولا لا، في اوبستراكشن ولا لا، اشوف في فاسكولار ابنورماليتي ولا لا. ما لقيتش حاجه من دول بايوبسي. دوخش نفسك بقى وتقعد تقول دوبلر وما اعرفش السبيكترم ايه، يعني اعرفها وافهمها. اتوفقت واشتغلت في واحده زي كده، يبقى هتديفلوب اكسبيرينس. ما كانش، يبقى انت دورك الاساسي كجنرال راديولوجيست انك تستبعد الحاجات التانية عشان ما تتورطش. جات لك حاله وانت ما عندكش خبره طويله، ابقى سعيد بيك جدا لو قلت ان في او ما فيش فلويد كولكشن، في او ما فيش اوبستراكشن، والدوبلر بتاع الرينال فاسس شكله ايه. انتهينا. اكيوت تيوبولار نيكروزس دي اشهر حاجه، وبتيجي دايما بدري في الايام والاسابيع الاولانيه. تمام، اسبابها برولونج اسكيميا، تاخر الجراح وهو بيترانسبلانت. تمام، فتعلي فرصه حدوث اكيوت تيوبولار نيكروزس. يوجوالي ات ريكفرز سبونتينيس. فهتلاقيني برضو هنا بقول لك بقى في الايمجنج فايندنجز بتاعتها ان انت الايمجنج فايندنج بتتحسن مع الوقت، والرينال فانكشن الكرياتين بيتحسن مع الوقت. تمام، ايه الهول مارك بتاعها في الايمجنج؟ انا عايز ايه؟ ان انا الاقي فيه جود برفيوجن عشان افرقها عن الفاسكولار. انت من الاول ما لقيتش فلويد، فخرق العيله بتاعت الفلويد كومبليكيشنز دي شلناها. بقى عندنا هل هي نيفروجينيك ولا فاسكولار؟ تمام، طيب نبتدي. اكيوت تيوبولار نيكروزس اشهر حاجه فيها جود برفيوجن، مهم جدا. تمام، سونار نورمال معظمها. يجي لك المريض دروبنج رينال فانكشن وتمشي سونار نورمال، مفيش حاجه خالص. ما تشكش في نفسك، صح؟ لان الاكيوت تيوبولار نيكروزس ممكن ما تلاقيش فيها اي فاينلز. ممكن تلاقي كيدني سوولن، كلام بقى اللي هو مايع بقى. ممكن تلاقي ان الكورتكس ايكوجينيك، البيراميدز بروميننت. يعني اتفقنا انه ده نون سبيسيفيك، وبتقدر تاكسكلود ان مفيش هايدرونفوز، يعني مفيش اوبستراكشن. دوبلر ويل برفيوز كيدني، الريزستيفيتي اندكس هيزيد طبعا، هتحاله زي اي بارينكيمال ديزيز، بيزود الار اي بتاع الكيدني. تمام، التفاصيل بقى بتاعتها يعني النظريه قوي. تعمل رينال سكان جود برفيوجن. تمام، بس الكيدني دي عندها بارينكيمال بروبلم، هل هتفرز؟ لا، ما تفرزش التريسر. فيحصل ايه؟ يحصل الحاجه عند بتوع نيوكلير اسمها بارينكيمال ريتنشن، ان الكيدني از ويل برفيوزد ولقيت نيفروجرام كويس قوي لكن هذا البرزيستنت. تمام، وتشوف الفيز الثالثه بتاعتهم ما تلاقيش اكسكريشن. تمام، هنا يقدر يقول هنا انا شاكك في بارينكيمال او نيفروجينيك بروبلم. تمام، خد بايوبسي يا عم، اهي بارينكيمال ريتنشن، مفيش اكسكريشن في الايرلي وفي الديلي. تمام، مفيش اي اكسكريشن. طب هنا الحاله ادي الايرلي وهنا الديلي، في ريتنشن بس حصل اكسكريشن ازاي؟ ها، فوكال بالظبط كده، لان في السلايد اللي قبل كده قلت لك انا ممكن تديفلوب فوكال او راحت فين، فوكال او ديفيوز. تمام، ففي الحاله دي ما تستغربش، هي ديفلوب حصلت الاكيوت تيوب نيكروز في الابر بول، فبقيه الجرافت بيكسكري. فدي محيره، خلي بالك، لانه بيفضل الرينال فانكشن بتاعته متحسنه لفتره ما. بص، انا الحته بتاعت النيوكلير دي ترفع سماعه التليفون وتكلم مين؟ شريف الرفاعي. ريجكشن، الريجكشن دي هي نمره 2 من بارينكيمال ابنورماليتيز اللي ممكن تديفلوب في ترانسبلانت الكيدني وتؤدي الى دروب للرينال فانكشن، الكرياتين او غيره. معظم الناس اللي بيعملوا ترانسبلانتيشن سام هاو بيعدوا 50% منهم بيعدوا خلال السنه الاوليه في 1 او اكتر فيزز او ايبيزودز اوف
ريجكشن. الدور بتاع الايمجنج ايه؟ اكسكلود فاسكولار كومبليكيشنز، اكسكلود اوبستراكشن. كل العيله دي دورك از اوف اكسكلوجن. هتعمل بايوبسي بتاع الباثولوجي هيشخص ان في الليمفوسيتك انفلتريشن ويقول لك ايوه دي ريجكشن. تمام؟ في ثلاثة تايب، هايبر اكيوت واكيوت وكرونيك. امتى بيحصل؟ بيز على امتى بيحصل؟ الباثولوجي بتاعهم واحد والمؤدى بتاعه والايمج بتاعهم متشابه جدا، كل الحكايه بس هو بيحصل امتى عند المريض. تمام؟ الالترا ساوند الدور الاساسي انه هايدرونفروزس. في حاجه دي ايه؟ طبعا الاكيوت ريجكشن بتبقى ريفرسل طبعا. طبعا اذا كان بقول لك انه 50% من الناس ترانسبلانتيشن بيحصل لهم مور وان اور مور ايبيزودز، معناها بيرد تاني في سام ميديكال مانجمنت، بيرد من حظ المريض. دخل في كرونيك وباظت الكيدني خلاص، لكن ات كان بي ريفرسبل طبعا ان ميني كيسز. الالترا ساوند في اكيوت ريجكشن اهم دور انك تاكسكلود الهايدرونفروزز، لكن غالبا بتبقى الكيدني نورمال، جايز تبقى انلارج هايبوكوت بيراميدز. اقرا هذا الكلام الحقيقه للسعاده النفسيه اكتر منه للقدره على التمييز. اعرفه وانت مطالب بيه وقد تسال عنه، فاهم ازاي؟ لكن تبقى عارف ان الاهم هو انك تسلود الحاجات التانية. decrease renal sinus fat echogenicity very subjective، مين هيقدر يفرق بالكلام؟ بما انه parenchymal abnormality فهتلاقي الresistivity index عالي non-specific، تعمل ماج 3 هتلاقي perfusion كويس، parenchymal retention absent third phase. مش هما التلاتة اللي قلنا عليهم في الacute tube necrosis؟ ما هو انا ما بنقدرش نفرق بسهولة. تمام؟ طب هفرقها ازاي؟ بالتايم كورس. تمام؟ ATN اللوست فانكشن بتبقى وزين يومين. تمام؟ الريجكشن بيقعد الكيرف بتاعه يعلى لحد ما يبتدي يبقى كنترولد ويبتدي يتحسن. اما الاكيوت يوبرين كروزز وقت ما بيتشخص تلاقي الكرياتينين اعلى مرحله، اعلى درجه امبيرمنت، وباي تايم بيتحسن. الريجكشن تلاقيه بيعلى وبعدين يبتدي يتحسن اذا المريض مقدر له يتحسن. فالتايم كورس بيساعدنا في الكلام. كرونيك ريجكشن وبتاع، انا مش عايز ادخل في تفاصيل مزعجه. السايكلوسبورين توكسيستي برضو في النهايه بتشخص بالحاجتين، ان عينه الدم ويشوف الليفل السايكلوسبورين في الدم قد ايه، هل بيوند الليميت ولا لا. تمام؟ هو ده الدياجنوستيك الاساسي. الايمجنج الحقيقه ما هوش سبيسيفيك. الفاسكولار كومبليكيشنز، يبقى العيله بتاعت الباريكيمال دي كلها دورنا فيها از كلمه واحده، اكسكلوجن، اكسكلود الباقي. ايه الفاسكولار كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في ترانسبلانتد كيدني؟ ودي محتاجه منك انك تشتغل دوبلر كويس. لين الارتري ستينوزس بيحصل خلال السنه الاولانيه اشهر حاجه، وبالذات لو معمول ان تو اند مع الانترنال ايلياك ارتري. الاغلب الحقيقه بيعملوا سايد ان تو سايد مع الاكسترنال ايلياك يعني، بس جايز بقول لك تلاقي اتروسكلوتيك تشينجز في الاكسترنال ايلياكس على الناحيتين، مش هيقدر يعمل انستوموس كويسه، فبيضطر ياخد الانترنال ايليك ويعمل ان تو ان. ما الجراح خلي بالك مش دايما عنده فري هاند، ساعات الحاله بتفرض عليه تكنيك معين. الستينوز دي ممكن تحصل قبل الانستوموتيك سايت نتيجه اثيروسكلوتيك تشينجز عند المريض مكان الانستوموزس، او بعد الانستوموز مكان الانستوموز او بعدها، يا اما من السيرجري او نتيجه فوق الاسكيميا في الوول بتاع الارتري فتعمل ستينوز. تمام؟ بين الارتري ستينوزز مورفولوجيكال اسسمنت هتحتاج عشان تشوف الفاسل رينر ارتري، ام ار انجيوجرافي او سي تي انجيوجرافي او كاثيتر ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي عشان اشوف بعيني ستينوزز واقول ايوه ده في الانستوموتيك بري او بوست انستوموتيك. تمام؟ فانكشن عايز اشوف مستواه يعني واصل لحد فين، وتقيس السرعات والبيك سيستوليك فيلوسيتي اند سو اون، وتاسس وتفولو. يبقى هتستخدم يا دوبلر يا احيانا بيستخدموا رينال سنتيجرافي. تمام؟ ادي صور دي دي اس اي ام ار اي اهي فوكال ستينوزز، ان هو دي 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 بري انستوموتيك وهو عامل اند تو سايد مع الاكسترنال ايلياك، هنا انستوموتيك ودي انستوموتيك نفس الكلام. تمام؟ رينال ارتري ستينوزس في السنتيجرافي شويه بتلخبط مع الـ مع الـ مع الريجكشن كرونيك ريجكشن. تمام؟ مشهور فيها ايه؟ ان البرفيوجن بتاع الكيدني تقل. احنا قلنا اكيوت تيوبال نكروزس والريجكشن البرفيوجن كويس، صح ولا لا؟
قلنا البرفيوجن كويس. هنا بقى الدنيا لا، انت مشكلتك في الارتري نفسه، في البرفيوجن اقل، فتلاقي في السنتيجرافي البرفيوجن الفيز الاولانيه بطيئه والترانزيت تايم بطيئه، بس مفيش ريتنشن، الكدني هتكسكريت صح، لان ما عندناش بارينكيمال ابنورماليتي، فالكدني ويل اكسكريت. فاذا السنتيجرافيك ابييرنس بتاع الرين الترا سينوز هنا اهو برفيوجن كويس ضعيف اسف، الترانزيت تايم شغاله كويس، والاكسكريشن از اوكي تمام. رينال فين ثرومبوز يحصل ليه؟ نتيجه السيرجيكال تكنيك، نتيجه هايبر كواجولابيلتي، نتيجه كينك او اكسترينسيك كومبريشن بكولكشن او وات ايفر من الحاجات اللي ممكن تحصل، فتكمبرس رينال فين فتبريديسبوز رينال فين ثرومبوزز تمام. السونار ملوش دور كبير، ممكن تلاقي الجرافت سوالن وانلارج فول ستوب. الدوبلر ابسنت او ريديوسد فلو في الرينال فين هيزود الريزستيفيتي اندكس، ريفرس دايستوليك ارتيريال فلو. انت احنا عارفين ان السبكترال ويف فورم بتاع الرينال ارتري شكله ايه، مونوفيزيك بايفيزيك ولا ايه؟ تمام، بس في دايستوليك تمام كويس قوي، يعني مفيش ريفرسل. لكن هنا لو 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 حصل رينال فين ثرومبوزس وزود الريزستيفيتي اندكس قوي، ممكن تلاقي في ريفرسل للدايستوليك فلو تمام. وتبقى حظك حلو قوي انك تشوف الثرومبوس جوه الرينال فين، مش بسهوله هتقدر تشوفه تمام. عايز تتاكد اعمل ام ار فينوجرافي، هتلاقي بلوك او فيلينج ديفكت في الرينال فين، نون انفيزيف ومريحه جدا. ادي رينال فين ثرومبوزس، وادي الريفرسل بتاع الدايستوليك تمام. ده معناه هنا ان في مشكله، رينال ارتري نفسه بيتنت وكل حاجه، لكن البيك بتاعته كويسه، بس في ريفرسل دايستوليك فلو تشك في رينال فين ثرومبوزس. ارتيريو فينوس فيستولا بتحصل كتير. ليه الارتيريو فينوس فيستولا؟ اه اه ده نفس الويف فورم ممكن اشوفه في الانترارينال. مين الانترارينال بتبقى ما بتبقاش بالوضوح ده، انت تعتمد عليه في المين رينال ارتري اكتر تمام. الانترارينال بتبقى البرفيوجن بتاعتها ممكن جنرالي اقل، لكن ما بتلاقيش فيه الريفرسال بتاع الدايستوليك فلو. الاي في اف بقى مشهور، احنا مش قلنا ان انت بتاخد بايوبسي ممكن كتير تاخد بايوبسي، لان المريض ده لو جاله ريجكشن مره او اتنين في اول سنه ما انت هتشخصها بايوبسي. جاله انفكشن، جاله اكيوت تيوبر نيكروزس، جاله سايكلوسبورين، مش عارف ايه، هتاخد بايوبسي. البايوبسي بتاعتك بقى هي للاسف اللي ممكن تعمل الاي في فيستول، فخليها في ذهنك وانت بتشتغل في ترانسبلانت كدني تمام. معظمهم بيبقوا سمول وبيريزولف سبونتينيوس، ما بيحتاجوش تدخل مننا. لو الدنيا كبيره الاي في فيستولا دي كبيره، ممكن يسحب يستيل البلاد فلو من الجرافت فيعمل رينال اسكيميا تمام. هنا لازم تتدخل وتعمل لها امبولايزيشن تمام. السونار بيبان ازاي؟ الاي في اف انك تلاقي في اريا اوف كارل ارييزنج، يعني في ارتفاكت لان الفلو بقى توربلنت في المنطقه دي تمام. لو حظك حلو وشايف كبيره، ممكن تلاقي تشوف الاي في اف نفسها وتلاقي فيها تو اند فرو موفمنت، تلاقي انت مثبت ايدك وفاتح الدوبلر، تلاقي عمال اللون بيتغير لانه بتتحرك بالسيتايل فلو اكروس الفيستولا. لو من حظك انها كبيره، عملت انجيوغرافي طبعا هتلاقي الايرلي فينوس فيلينج وتشوف الاي في فيستولا. ادي البي مود. البي مود العادي خلي بالك، لو في سودو، احنا الان اسف على السودو انيوريزم اللي فات ده كان الفيستولا. السودو انيوريزم كمان ممكن تحصل انترا او اكسترا رينال، برضه معظمها نتيجه البيوبسي بتاعك. السونار العادي هيشوفها كحاجه انيكويك شبه السيست، الدوبلر هيبتدي يشوف الفاسكولاريتي جواها تمام. يبقى الفاسكول ابنورماليتيز الموداليتي الاساسيه اللي بتعتمد عليها مين؟ از ذا دوبلر تمام. ممكن تستعين بالنيوكلير ميديسن، لكن السنتيجرافي، لكن مينلي الدوبلر هو اللي مفيد. الكومبليكيشن اللي بعد كده ممكن تحصل في الترانسبلانتد كيدني از اوبستراكشن، ان اليوريتر ده يحصل فيه اوبستراكشن لاسباب كتيره، ستريكتشر، حصل فايبروزس، حصل اسكيميا تمام، اكسترينسيك كومبريشن، اي فلويد كولكشن ضغط على اليوريتر، كينكينج اوف ذا يوريتر، الكلينيشن ما ظبطش المقاس بالظبط فبقى طويل بقى ريدندنت، حصل كينك يحصل اوبستراكشن. ليس كومن ان يحصل ستون او فانجس بول او بلاد كلوت. يبقى اذا في هايدرونفروزس جايز يبقى فيه اوبستراكشن واحد وربما واحد من الاسباب دي كلها. طبعا من الفيري جود موداليتيز اللي بتساعدنا هنا الهايدرو الالترا ساوند، هو اللي بيشوف الاوبستراكشن. بس انا هنبهك الحاجه صغيره قوي، ان انت نورمالي الترانسبلانتد كيدني ممكن يبقى فيها نورمالي مايلد
فولنس او دايليتيشن في الكولكتنج سيستم بتاعها. طب بتقول لي هتفرقها ازاي؟ دايما احنا اي كيدني ترانسبلانت على طول بنعمل بيز لاين الترا ساوند بوست اوبرتيف، فدايما عندك صوره البيز لاين وفي دايليتيشن، ما تشخصش اوبستراكشن. يو منشن ان انا عندي مايل فولنس او مايل دايليتيشن فول ستوب، ده بيز لاين. زاد بعد كده نبتدي نقول ايوه في اوبستراكشن، فتيك كير عشان انت في النورمال هيلثي جرافت ممكن تلاقي سام فولنس اور مايل دايليتيشن للكولكتنج سيستم. قارنها دايما بالبيز لاين بتاعك اذا كانت الدنيا زادت ولا لا. السونار ممكن يساعدك لو في فانجس بول هتبقى فيري ايكوجينيك، حاجه ما هياش كومن، تمام. او لو في ستون كسبب من الاوبستراكشن، ده دور الالترا ساوند في حالات اليو تي اوبستراكشن في ترانسبلانتد كيدني. الار اي هيبقى زايد نتيجه الاوبستراكشن. دايريتك رينوجرام هتشوف بيه الدايليتد كولكتنج سيستم. طيب احنا امتى بنلجا للايزوتوب في حاله هايدرونفروز؟ لو انت شايف هايدرونفروز بالالترا ساوند، تمام، والهايدرونفروز ده ديفلوبت زاد شويه عن البيز لاين بس ما بيزيدش ويقل، فانا مش قادر اقول ده اوبستراكشن ولا هو سام هاو حصل في حاجه اسمها احيانا ديورنج ترانسبلانتيشن بيحصل دينرفيشن للكولكتنج سيستم لليوريتر والبلفس، تمام. فالمسل وول بتاعها بتبقى لاكس، ففعلا بيبقى فيه دايليتيشن اكتر حتى من المايل. فلما بنحتار هنا ومش عارفين ده اوبستراكشن ولا لا، اعمل رينوجرام. الداينامكس كان هيفرق لي، واكيد ده اتشرح الداينامكس كان في محاضره الايزوتوب ازاي يفرق ما بين الاوبستراكشن ولا ما اتشرحش. يعني نرجع لها لا الام ار اي هيقول لك في دايليتيشن زي السونار، بس الدايليتيشن ده سبب اوبستراكشن ولا بايرولكتسز، يعني نتيجه مجرد الوول من الدينرفيشن بقى مش قادر يكون يعني ياكوموديت فبيدايليت. في الحاله دي احنا بنستخدم السنتيجرافي عشان نفرق ما بين الاثنين، ما بين اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف هايدرونفروز. اخر حاجه بنستخدمها البيركيتونيس نفروستومي، انك شايف دايليتيشن وتاكدت ان هو اوبستراكتيف بالسنتيجرافي بس عايز تعرف سببه، مفيش كينك، مفيش فيلينج ديفكت، مفيش ستون، مفيش حاجه، اعمل بيركيتونيس نفروستومي تعرف سببه، وكمان تو بروفايد فرصه للثيرابيوتيك انترفنشن انك تركب ستنت، تمام. فهنا الرول بتاعت البيركيتونيس نفروستومي في الاوبستراكتيف كيدني تشخيص، تحديد الليفل، وكمان ات اوفرز ثيرابيوتيك ايدج. ادي كينج تيوريتر اهو عمل هايدرونفروزز، يبان بالسي تي ويبان بالام ار يوروجرافي كمان، تمام. ادي هايدرونفروزز ونزلنا تحت شويه لقينا كولكشن. ايه رايك كولكشن دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى ايه؟ اول سؤال تسالوني احنا امتى من الترانسبلانتيشن، تمام، لان ممكن تبقى سيروما. لا احنا متاخر بعد 4 أشهر مثلا، يبقى تجوز تبقى ايه او ايه؟ نمره واحد لينفوسيل عشان 4 شهور، وليس لايكلي يورينوما او ابسس، تمام؟ يورينوما شوف في الديليت، ابسس الوول انهانسنج ولا مش انهانسنج؟ الوول هنا يعني ثين وبس، يعني ممكن يبقى انهانس، في هواء مفيش هواء، مش قادر افرق، اسبريت على طول، تمام؟ ستريكتشر كسبب من اسباب الاوبستراكشن اهو، ايه ده دي؟ اه صح كده، ادي السونار وادي الاي في بي بتاعه، تمام. دولت دي اخر حاجه كانت في الكومبليكيشنز بتاعت ترانسبلانت كيدني، اللي هي اليوريتريك اوبستراكشن او الاوبستراكشن ان جنرال باسبابه وازاي بيبان في الايمجنج. عايز بس ارجعك للديفرنشال دايجنوزز، ان انت لو في السونار عشان ده بيحير شويه، لو في السونار لقيت فوكال بارينكيمال ليجن، تمام، الفوكال بارينكيمال ليجن ده قد يكون انفاركشن، قد يكون بايلينفرايتس او ابسس، قد يكون هيماتوما، قد يكون ريجكشن. للاسف الريجكشن احيانا بيبان كفوكال هايبوكويك ليجن في البارينكيما، رينال سيل كارسينوما، او نوع تاني من تيومرز مشهور بيديفلوب في ترانسبلانت كيدني اسمه ليمفو بروليفرتيف ديس اوردر او بي تي ال دي بوست ترانسبلانت ليمفو بروليفرتيف ديس اوردر، يجي انفولف الكيدني ويدي كمان اكسترا يوريني مانيفستيشن، ممكن تلاقيه بقى في سبلين، ممكن تلاقيه في ليفر او غيره، وتلاقيه كمان معاه انلاج ليمف نود سوليد ليمف اورجان انفولفمنت.
وفوكال ابنورماليتي في الترانسبلانت كتير. فانتهاءا انا عايز اقول لك انه if you find a focal lesion بالسونار في البارينكيما بتاعت الكيدني من فضلك فكر في الحاجات دي تمام، ماشي عليها دوبلر شوف هي هايبو اوكويك ولا فيها فاسكولاريتي. طلع فيها فاسكولاريتي يبقى احتمال كبير تبقى تيومر تمام، ما فيهاش فاسكولاريتي يبقى الباقيين كلهم واردين تمام. عايز اعمل حاجه تانية والله اعمل ام ار اي هيساعدك في في الهيماتوما ويشوف السيجنال بتاعتها، ما عرفتش هضطر اعمل ايه؟ بايوبسي. عشان كده بقول لك فيري كومنلي بيطلب منك بايوبسي او بيركتينس نيفروستومي في حالات الترانسبلانتيشن. عندنا خمس حالات اهي، فوكال هايبو اكويك اريا، فوكال هايبو اكويك نون فاسكولار اريا او فيري ليميتد فاسكولاريتي بس اقل بكتير من اللي حواليها، فوكال هايبو اكويك، فوكال هايبو اكويك تمام، ودي اهم فوكال هايبو اكويك يعني. طب هم ايه دول؟ تعرف دي انفاركشن ودي نوريك الحيره اللي ممكن تلاقيها. فما تتخضش لما تلاقي فوكال ابنورماليتي في البارينكيما ترانسبلانت الكيدني، لازم تحط ديفرنشال ما تقدرش تقطع بحاجه واحده. اوكي افهم اللي هي بوست ترانسبلانت ليمفو بروليفيرتيف ديس اوردر تمام. دي اخر حاجه كنت عايز اقولها في الترانسبلانتيشن. الترانسبلانت الكيدني بفكرك دورك الاساسي هو mainly exclusion plus biopsy ونيفروستومي تمام. في fluid collection بازمنتها ولا vascular؟ مفيش دي ومفيش دي، يبقى انت غالبا بتتكلم في الحاجات النيفروجينيك. اوكي نشكركم، ناخد بريك اطول دلوقتي وبعدين كده نشوف شويه حالات بقى.